واخيرا رح يجي الرجل المنتظر. ليش ما بيشوف واحد من امريكا محل معايش؟ لانه بده ياخذ واحد من البلد. عجبك؟ نعم. خجولة يوم 15 من شهر مارس ببضع مئات في دمشق خرجوا ملبين دعوة عبر الانترنت تلتمس من ربيع الثورات العربية نصيبا. أسفة إني أجيت بهالوقت المناسب، كنت حاسة إنه لازم حكيكي بشي. تحكي معي؟ معي أنا؟ أهل سمير هن اللي كانوا عم يتلفنوا بدهم يرجعوا، بس جايين مشان مريم مو مشانك. بدي غرب. تعي. بتعرفي ماما؟ عم فكر بشي هديك المرة. أنا بعمري ما شفتك عم تبكي. معقول في مرة ما بتبكي أبداً؟